مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم باليوم والبركات وبدايه اسبوع موفقه نتمنى للجميع وفي قناه الشعب بدون استثناء. فحياكم الله اينما كنتم احبتي الاخوه، فتحيه ود ووفاء وحب لكل المتتبعين الاوفياء لقناه الشعب في المكان سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنا معكم اخواني الكرام، كنحاولوا قدر الامكان اننا نقربكم يعني من الاجواء بكل ربوع المملكه وبكل المناطق بدون استثناء. فدائما الهدف ديالنا هو تقريب المشاهد الكريم، خاصه الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بديار مهجر، من الاجواء ديالهم الاجواء ديال الصبيحة في كل يعني الشوارع ديال المدينة في كل أنحاء المدينة، مجموعة من المناطق الحيوية بطبيعة الحال اللي كنحاولوا أننا نكون عيونكم التي تنام بشوارع المدينة. فبعد يعني ليلة ماطرة وبعد يوم أمس اللي كان فيه أمطار خير ولله الحمد، تعود الأجواء لتصحو بالمدينة كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، من خلال يعني هذا اللايف المباشر، الأجواء عادت مشمسة ولله الحمد. فكنتمنوا من الله تعالى أن ربنا يرغبنا، يا رب أغثنا ولا تجعلنا من القانتين، آمين يا رب. فما أحوجنا لأمطار الخير، ما أحوجنا يعني لهذه الأمطار اللي تنتعش معها الحركة الاقتصادية وتنتعش معها يعني أيضا الفلاحة ومجموعة من القطاعات يعني الحيوية كما ومعروف جهة سوس ماس هي منطقة فلاحية في فاطمة الزهرة، تحياتي لك كرهود، تحياتي لك خويا حسن، صباح النور مهدي زير، تحياتي لك تنيس فرح كرهود، الحمد لله على الشتاء، امين يا رب، الحمد لله على كل حال. فانتم كما كتشوفوا هذه هي الاجواء المدينه في هذه الصبيحه، هي صبيحه يوم الثلاثاء وبدايه اسبوع موفقه للجميع. الشوارع حاليا نوعا ما كما كتشوفوا تدريت امجاد، صباح الخير، قلت ما انا شكرا لك اختي الكريمه. انتم كما كتشوفوا هذه الاجواء الصباحيه بمختلف يعني شوارع المدينه، بمختلف يعني المناطق ديال مدينه الهدير بالضبط. يعني احنا الان يعني منطقه الهدى هي اللي معروفه يعني حسن من الهدى، تحياتي لك ايضا كنتوجه حاليا لمنطقه الهدى، تحياتي لك خويا، شكرا لك للمتابعه ديالك، شكرا على الوفاء ديالك، كنشكرك بطبيعه الحال وكنشكر جميع المتابعين فيما كانوا. هانتوما كما كتشوفوا هذه الاجواء المشمسه في المدينه في هذه الصباحه، كل واحد يكتب لنا في التعليق من اي منطقه كيتابعنا وكيدير الاجواء في المناطق اللي انتم كتتابعونا فيها اخواني الكرام. فتحيه صباحيه عابره لكل اوفياء قناه الشعب كما كانوا، كنقول لكم صباحكم مبروك وتيسير ان شاء الله يا رب. الناس اللي متجهين الان يعني المقرات العمل ديالهم، كنقول لهم الله يسر لكم الامور ديالكم، ايضا يعني الطلبه والتلاميذ بالتوفيق والنجاح يا رب.
محمد تفرغوس، تحياتي لك أخي، تحيات الناس في الجنوب الشرقي وارتزاز تنغير زقورة بومل دادس ونقوب وتزارين وغيرها من المناطق اللي فيها الأحبة ديالنا وفيها إخواننا الكرام، ناس المضيافين، ناس ديال الجود والكرم. تحياتي لك أخويا، شكرا لك على المتابعة، شكرا لك على التفاعل ديالك الايجابي دائما، شكرا جزيلا. ها انتم يعني كما كتشوفوا اخوان الكرام، يعني الاجواء الصباحيه هنا في مدينه اكادير، وبالضبط يعني احنا الان في النفوض الترابي لجماعه الجهاديه. التحيه للجميع.